دخلت بيوت الحرس الثوري، فابنة عضو في الحرس الثوري تحمل لافتة كتب عليها: أنا لست من مثيري الشغب، أنا ابنة عضو في الحرس الثوري، قولوا لي أين أحتج على حكمكم حتى لا يكون ردكم علي بالرصاص. الموت للديكتاتور، الموت لخامنئي، يسقط النظام. هتافات ما زال يرددها الإيرانيون ضد نظامهم الذي يتهمونه بالقمع والفساد والقتل في تظاهراتهم التي اقتربت من الشهر منذ مقتل مهسا أميني. وأمام قمع الأمن الإيراني للمحتجين لا يبدو أن احتجاجاتهم ستهدأ، إذ بدأت تتحول إلى انتفاضة وطنية رغم قمع النظام الذي يجابهها بالنار والبارود. لكن مسارها بدأ يأخذ منحا جديدا، إذ أصبحت تتحول مطالب المتظاهرين من الإصلاحات الاقتصادية إلى المطالبة بإسقاط النظام برمته، بحسب تقرير لCNN. التظاهرات خرجت عفوية، ثم ظهرت جماعات شبابية مثل شباب أحياء طهران، والتي أصبحت تدعو وتنظم الاحتجاجات والإضرابات كذلك. فساحات التظاهر تحولت إلى ساحات دموية للقتال وقمع المحتجين المنتفضين على النظام الإيراني. وتواجه سنندج، عاصمة محافظة كردستان إيران، النسبة الأكبر من هذا القمع. ورغم ادعاءات النظام المتكررة باستعادة الهدوء، يظهر بأن الاحتجاجات التي صارت واحدة من أكبر التحديات التي يواجهها النظام منذ تأسيسه، اللافت مشاهدينا أن المتظاهرين أصبحوا يستهدفون مراكز الأعصاب الاقتصادية والسياسية للنظام من خلال المواجهات مع الأمن وخروج احتجاجات في المدن والمحافظات التي تمثل قاعدة قوة النظام، إضافة إلى الاحتجاجات في مؤسسات اقتصادية وصناعية. وهنا نشير إلى أهم هذه الاحتجاجات التي بدأت تضرب قطاع النفط في إيران، وهو مصدر التمويل الرئيس للنظام. ونقلت CNN عن خبراء أن احتجاج العمال والتجار على نطاق واسع قد يمثل تصعيدا آخر في الاحتجاج. من واشنطن عبر سكايب ينضم إلينا عرفان فرد، الباحث السياسي في شؤون مكافحة الإرهاب. مرحبا بك سيد عرفان. أريد أن أبدأ معك، هل من الممكن أن تتحرك منظمات تعنى بمكافحة التطرف والإرهاب والعنف ضد ما يجري في الداخل الإيراني، أو لا الأمر مقتصر على الإدانة فحسب؟ أولا شكرا على استضافتي، وبصفتي متخصصا في مكافحة الإرهاب لابد لي أن أقول أن النظام الإيراني أو نظام الملالي هو أكبر قوة إرهابية خطرة في العالم، لكن أن الشعب وبدون سلاح ودون توفير الحماية فهم يهبون إلى الشوارع ويرغبون بتغيير النظام الملالي.
هذه رسالة واضحة لا لبس فيها، فإن السعي لتغيير النظام هو يتخذ مساره الصحيح، لكن لسوء الطالع بعض الدول لا ترغب أن تصغي إلى أصوات الشعب الإيراني ولا سيما جيل الشباب، وأحدهم البيت الأبيض والرئيس الديمقراطي الذي لا يمتلك أي فكرة عن مسألة مدى أهمية تغيير النظام في إيران. هذه فترة التي تظهر نهاية لنظام الملالي، ومن المؤكد أن تغيير النظام في إيران سوف يغير بالتالي من النظام العالمي بصورة دراماتيكية. طيب، وهذا ما قاد بعض العواصم منها واشنطن مثلا لفرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين في تصريحات للحدث قبل قليل كنا قد نشرناها. بكل تأكيد أن فرض عقوبات على أفراد أو على تنظيمات إرهابية مثل الحرس الثوري الإيراني هو مسألة غير وثيقة الصلة ولا تفضي بأي عون إلى الشعب. لسوء الحظ البيت الأبيض لديه معايير مزدوجة والكيل بمكيالين فيما يتعلق بأوكرانيا مثلا، لديه سياسة تختلف عن نظيرتها المتعلقة بإيران، وتغيير النظام بالنسبة لإيران هي كلمة محرمة في البيت الأبيض. لكن الآن إذا استطاع الشعب الإيراني في أكثر من 125 مدينة يقومون بالتظاهر ضد هذا النظام الفاسد والديكتاتوري الذي يقوم بتصدي لهم بصورة وحشية، وخاصة أنه كان من نظام يعمل على انتشار الفساد في كافة المنطقة وزعزعة الاستقرار. لذا قد يكون هناك مسألة مؤكدة بأن النظام الإيراني لا يمتلك أي شرعية الآن داخل إيران وخارجها، والآن لدينا أيضا بعض المشاكل خارج إيران، أن بمعنى الأحزاب اليسارية تقوم ببعث برسالة مختلفة، لكنكم على محطتكم أظهرتم صراحة صور المتظاهرين، أي بمعنى نهاية الملالي. لكن الملالي في الفترة الحالية وفي عهد خامنئي كان قد فهم أنه على مر العقود الأربعة الماضية كانت هناك جملة من المظاهرات ضد هذا النظام، وقد بدأت هذه المظاهرات وتقوم بإطلاق الشعارات ضد المرشد الأعلى، وهو تذكرة للأحداث الدموية التي يعيشها الشباب من عمليات قمع كبيرة. لكن الشباب قد عزموا واتخذوا قرارهم في تغيير النظام. هناك من يصف بأن قرار واشنطن مثلا وبعض العواصم الأوروبية متراجع عما يجري في الداخل الإيراني، هل هذا نابع من عدم إرادة هذه الدول التدخل في ما يجري، أو أنه هذا في صالح الإيرانيين بأنه هذا الحراك هو داخلي إيراني؟ في حقيقة الأمر كلا. في الفترة الحالية النظام الملالي كما أشبه بمريض يعاني من مرض السرطان، فقد جاء نظام الشيعة إلى السلطة من خلال نشر مجموعات إرهابية في مناطق مختلفة من العالم، أو من خلال التعاون مع بعض المجموعات الإسلامية المتطرفة بالتعاون مع الخميني. وهذا النظام منذ عام 79 حتى الآن كان قد رسم لنفسه هوية مزيفة، وفجأة وبطريقة تبعث على الدهشة ادعى هذا النظام بأنه يحمل راية الإسلام. للأسف 43 سنة الشرق الأوسط كانت تستمع إلى هذه الحملة الدعائية، لكن الآن الجيل الشباب بات لديه رسالة للبيت الأبيض، أي بمعنى أنه إذا ما كان جيمي كارتر وأوباما ساعدوا الإيرانيين من خلال توقيع اتفاق معهم
وهذا ما قد يحدث في عهدة إدارة بايدن. لذا قد أقول لكم بأن البعض لا يرغبون بتغيير وجوه نظام الملالي أو حتى الدعم في عملية انتقال الناعم للقوة أبدا، لكن لسوء الحظ هذه حقيقة الثورة الإيرانية التي نعيشها الآن والتي سوف تغير كل شيء، ولن يكون لنظام الملالي أي مكان، لن يكون بمقدورهم التوجه إلى لبنان أو سوريا أو أي دولة أخرى. وهذه حرب تدور رحاها بين الظلام والنور، وللأسف أن البيت الأبيض لديه سياسة الكيل بمكيالين، وإدارة بايدن يبدو بأنها تلعب بنفس الألاعيب التي مارسها أوباما، ينتظرون لتوقيع خطة العمل الشاملة المشتركة. ولا بد للرئيس بايدن أن يستمع إلى أصوات جيل الشباب الذي ينادي بتغيير النظام. ما الذي يجعلك متفائلا وبت تجترح سيناريوهات إلى أين سيمضي هذا النظام وكذلك مسؤول هذا النظام؟ يعني هل هي الثقة الكبيرة بالشارع الإيراني المنتفض الآن أم ثمت معطيات على الأرض أستاذ عرفان؟ في حقيقة الأمر في وعلى الصعيد الاستخباراتي ننظر إلى جانبين، الجانب الأول هو الجانب الواقعي والحقيقي، والجانب الثاني يتعلق بالحافز لدى الناس. حقيقة الأمر في الشارع تظهر بأنه أكثر من 120 مدينة تنتفض الآن، وهذا يؤكد حقيقة أنه رغم قدرة النظام على قمع الاحتجاجات ورغم مقتل أكثر من 200 مقاتل وعلى يد هذا النظام الإرهابي الذي قتل أكثر من 50 طفلا في المدارس، وهذه ظاهرة فريدة من نوعها في تاريخ الثورات في العالم. لذا هذه كلها نواح مثيرة للاهتمام بأن ثورة الشباب سوف تحدث التغيير. ثانيا أن مساعي النظام تظهر عجزه عن قمع كل هذه المظاهرات. ولو نظرتم إلى كلمات السيد ويليام بيرن مدير وكالة الاستخبارات المركزية، قال على وجه التحديد أن استخبارات الولايات المتحدة تساعد في توزيع المعلومات والأخبار بصرف النظر عن ما يحدث للمتظاهرين. CIA أو وكالة الاستخبارات المركزية ترغب الآن بمساعدة الديمقراطية، لكنها لا ترغب أن تقول كلمة تدخل، وهاتان نقطتان مختلفتان. وبعض الملالي يقومون بنشر الأكاذيب عن ما حدث في عام 1902 في تسعينيات القرن الماضي، وآنذاك كانت الاستخبارات المركزية الأمريكية تدرك مدى مطالب هؤلاء الشباب. وفي هذه المرحلة ومع هذه التحرك الذي نراه يمكن أن يطيح بالنظام وأن يضع نهاية لنظام الثورة الإسلامية. شكرا جزيلا لك من واشنطن عبر سكايب عرفان فرد، الباحث السياسي في شؤون مكافحة الإرهاب. فاصل قصير